أعتقد هناك ملفات أخرى فيما يتعلق في التعاون، لكن أنا لا أعتقد أن باكستان ربما قد تعترف الآن، ولكن هناك سيكون هم ربما سيعتمدون على تصرفات وسيحكمون حقيقة. لماذا سيد قاضي، لماذا الجميع يتخوف من اعتراف بحكومة طالبان، إن كان باكستان إن كان روسيا والدول الغربية والاتحاد الأوروبي؟ طبعا انا اعتقد انه هذه التخوفات يعني هو ياتي من انه هناك حاله من عدم الاطمئنان حقيقه، وعدم والثقه حقيقه فيما تقوم به حركه طالبان فيما يتعلق في قضيه الاصلاحات وحق المراه، وايضا كذلك ايضا يعني عدم لا يوجد هناك رؤية واضحة حقيقة لحركة طالبان في التعامل حقيقة فيما يتعلق في الداخل. يعني احنا سمعنا كذلك تصريحات من الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي الذي قال بأنه يعني إذا أرادت حركة طالبان أن تحصل على الشرعية لابد أن تكون لديها شرعية من الداخل، لذلك هناك تهميش حقيقة. هذا الذي حقيقة نعتقد فيه، لأنه هناك تهميش واضح للعرقيات والتيارات السياسية الأخرى. باعتقادك سيد قاضي، ما الذي يحمله وزير الخارجية باكستان في هذا الملف الاعتراف بحكومة طالبان؟ طبعا في زيارة الوفد الباكستاني الرفيع بقيادة وزير الخارجية اليوم، هو هناك الملف المهم الذي سيتم تناوله، وهو ملف فيما يتعلق الملف الجماعات المتطرفة التي لازالت أصبحت بدأت تشكل حقيقة هنا داخل البلاد، وأيضا لداخل دول الجوار كذلك، وحتى دول الاتحاد السوفيتي ودول آسيا الوسطى. طبعا نحن نعلم أنه شهدت بلاد خلال هذه الأيام مواجهات عنيفة بين قوات عناصر حركة طالبان وعناصر داعش، وأصبحت الآن داعش أعتقد بات يشكل تهديدا حقيقيا الآن لدول الجبار. فأعتقد هذا الملف لا زال هناك ملف ولدوله قد تم تناوله في هذا اللقاء، وأيضا هناك ملفات أخرى فيما يتعلق يعني فتح الحدود، ملف الحدودية. فهناك أعتقد أن هناك بوادر لفتح الحدود، وهناك مطالب أيضا أن هناك العلاقات أيضا بين البلدين. هل تعتقد بأن هناك من يريد تعكير صفة علاقات بين الجانبين، بين حكومة طالبان والجانب الباكستاني؟ هنا نتحدث عن تنظيمات متطرفة، نتحدث عن تنظيم الدولة، وأيضا هناك أيضا قتلى 4 قتلى من عناصر الأمن الباكستاني في انفجار وقع في شمال غربي باكستان. إذن الوضع الأمني بين البلدين لم يحل بعد حتى اللحظة. هل بالفعل سيكون هناك مباحثات وتوضيح أكثر في هذا الجانب، الملف الأمني هنا؟ نعم صحيح، يعني الملف الأمني لا زال ملف مهم جدا، خاصة فيما يتعلق للجانبين، وهناك قلق حقيقة من الجانب الباكستاني فيما يتعلق بتحركات بعض العناصر حقيقة لازالت داعش التي لا زال يشكل حقيقة خطرا حقيقة، خاصة فيما يتعلق في جنوب شرق البلاد. نعلم أن هناك عناصر لا زالت تشكل تهديدا للحدود مع الحدود الباكستانية. فأعتقد أنه هناك هذا الملف جدا مهم، ولذلك الباكستانيون يريدون من خلال الزيارة الحصول على تطمينات.